السلام عليكم الإخوان، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي ندوي لكم على هذا المحرك اللي راكب لنا في الداسيا وراكب لنا حتى في الرونو، وكاين سيارات اخرين راكب فيهم بحال نيسان كاشكاي المرسيدس. انا المهم ما غاديش ندخل في هادوك لان هادوك شدوا داك الموتور وخدموه وزادوا فيه شي حاجة اخرى. المهم احنا غنبقاو غير في الرونو في الداسيا. المهم غادي نقول لكم يعني الديفوات اللي كتار في هذا المحرك هذا، وغادي نبداو بالاولاني اللي هو السيركوي ديال الكاربيرون، يعني السيركوي ديال المازوت هو اللي عيان فيها بزاف، يعني كيتضربوا لي زانجيكتور بزاف. كتمشي لنا لا بومب دانجيكسيون ديال هي كتمشي ريغيلاتور دو بريسيون كابتور دو بريسيون. هادو هما لي زانجيكتور 4، وهذا كابتور دو بريسيون، وهذه ريغيلاتور دو بريسيون، وهذا كابتور ديال لا تمبيراتور، وهذه اللي كيعرفها راه كيعرفها، يعني هذه لا بومب دانجيكسيون، وهذه ديستريبيتور. كيقولوها ديستريبيتور هي كومون غاي، يعني هذه كاينه كومون غاي، كاينه سيلندريك وكاينه سفيريك. هذه سفيريك وكاينه سيلندريك طويله، كومون غاي طويله، هذه سفيريك. كاينين بعض الميكانيكيه باقي تيكالي هاد لا بومب هذه. هادي ما بقاتش حتى تتكالا، هادي تتكالا على وديت داك الكابتور ديال البوزيسيون ديال الاربراكام، وما ما بقاتش حتى تتكالا لانها ما بقاتش كتعطي داك الاوردر ديال 1 3 4 2. هادي ولات الكتريك، هادي كتحول لنا غير البريسيون من باز بريسيون لهوت بريسيون، يعني هاد لا بومب هادي ما بقاش كتوزع لنا. ولاو عندنا لي زانجيكتور ضو، يعني عندهم واحد لا بارتي الكتريك الفوق هي اللي كتكوموندي، يعني الكالكيلاتور هي اللي كتكوموندي وقت اللي بغات هي كتعطي لداك داك السيلندر كتخوي ليه. المهم التيست ديال البريسيون في هاد سيركوي كامل، كتكون عندنا لا بومب كتخرج لنا تقريبا فاش كديماري طوموبيلتك وما كتكسيري ما والو، راه كتخرج لنا تقريبا حتى 230 بار ولا 220 بار. المهم وفاش كتكسيري يعني في الدوره، يعني الريجيم اللي عالي، كتوصلنا البريسيون حتى 1600 بار. المهم الحاجه اللي كدير لنا العطب هنايا في هذا السيركوي كامل هي لا بومب. لا بومب هي اللي هي اللي كتطلق لنا واحد ليبري لداخل، كتحرد لداخل، يعني كتخرج لنا واحد ليبري الحديد صغار كيدوزو لنا في هاد السيركوي هذا، تيمشيو لنا لهاد ديستريبيتور، يعني وكيتوزع لنا لي زانجيكتور. فاش كيمشي كي كتعرفوا لي زانجيكتور هاد لي طخو ديالهم صغار بزاف، يعني فاش كيدوز داك لي ديبري ديال الحديد كيدوز كيوصلنا اولا ديال الالومنيوم. المهم حيتاش البينيوات لداخل كاين الحديد كاين الكالكاس الومنيوم. المهم فاش كيوصلنا لهاد لي طخو صغار ديال لي زانجيكتور كيخرجوا لنا، يعني كيبوشيهم، يعني يعني كتسد كتسد، كيولي ديك الطلقه ديال الانجيكتور كتقلال، يعني فكتسمع التقرقيب عندك، تتسمع يعني الموتور كيسكت ليك ما تبغيش ديماري ليك، الانجيكتور كيتقطع، يعني كتسمع الانجيكتور كيقول لك الانجيكتور راه تضرب، هي هادي لانجيكتور، يعني كيقطع ديك الساعة صافي. هاد لابارتي هادي تسدات. والأخطاء الشائعة عند الميكانيكية هي فاش كيتضرب داك لانجيكتور كيمشي تيجيبو انجيكتور أخر، يعني كيجيبو كامل كومبليت يركبو، فاش تيركبو صافي هو تيسد داكشي ديال كيرد داكشي كامل كيف ما كان. تيمشي السيد، كاين بعض المرات كيوقع ليه ديراطاج، يعني كدير عطي ليه السياره، وكاين اللي ما كتيري ليهش الطوموبيل، وكاين باقي شي شويه ديال التقرقيب. يعني علاش الاخوان لي زانجيكتور هادو كيتكومونداو الكتريك، يعني بالكالكيلاتور كتكومونديهم الكالكيلاتور، وكيكون عندهم واحد الكود، كيكون فيهم واحد الكود ضروري، كيكون فيهم واحد الكود كاملين بربعه، يعني يا الاخوان ضروري كيخصك فاش تبدل لانجيكتور كيخصك ضروري تعرف لانجيكتور على الكالكيلاتور، تقول ليها راني ركبت هاد لانجيكتور هذا، وتشد داك السيري وتدخلو، يعني بلا باراي دياغنوستيك تقدر تبروغراميه باللانش بالاوتوكوم بالواو، يعني بديل فيه حتى هي، يعني غادي تبروغرامي لي زانجيكتور، غادي تدخل هاد السيريات اللي كيكون فيهم هنا اللي كيكونوا هنايا، غادخلهم يعني غادخلهم بار، يعني باري دياغنوستيك غادي تبروغرامي لي زانجيكتور.
والمكان كيا بزاف كيديروا هاد الديفو هذا، يعني كيركب انجيكتور كيشدو كيركبو ديريكت كومبلي. لا بغيتي دير ديك القضيه، ما عندكش لي زاباراي، ما عندكش، غادي تقدر حتى شي هضره كيتحل. يعني غادي تفك البارتي الكتريك، غادي تفكها لا بارتي الكتريك، ما كتموتش بزاف، غادي تبدل غير هاد الراس هذا اللي كيتبوش لنا، غادي تبدلو وغادي تخلي لا بارتي الكتريك لان راه باقي كتعرفو. صافي من تما غادي تكمل خدمتك، ماشي تبدل الانجكتور كامل. المهم الاخوان، هاد الروتور هذا راه كتكون فيه 10 بار، 10 بار هو وهذا ديال لا بومب دانجيكسيون، هذا كتخرج منهم 10 بار، يعني كاين اللي كيخرج بزاف. المهم 10 بار، هادشي بالتيست، اللي كان الانسان يعرف يتيستي راه غادي يتيستي غير بعينيه. المهم كي كتشوفوا هذا هو الكود، هذا هو الكود اللي غادي يدخل، صافي كيتبروغراما اوتوماتيك. يعني انت غادي كاينين فيديوهات على هذا الشيء، على البروغراماسيون ديال لي زانجيكتور، تعرفهم على الكالكيلاتور، كاينين بزاف الفيديوهات. المهم هذا السيري هذا هو اللي كتدخل، والديفو اللي كدير هاد الريجيلاتور دو بريسيون هي كدير واحد النخسه للسياره، كتكون في واحد الرانتي دي 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 دي. يعني كتبغي تسك، بعض المرات كتسكتها الا كانت نيت واكله العصام مزيان راه غادي تسكت لك السياره. المهم غادي نوريكم دابا كيفاش كدير. يعني كما كتشوفوا لا رانتي ديال يعني تور بار مينوت غاد كيطلع ويهبط، يطلع ويهبط، يعني كاين ديراطاج. كيف ما كتشوفوا هذه هي ريغيلاتور دو بريسيون، هي هذه، يعني دايره تقريبا شي 250 درهم. وشوف الاخوان، عندكم فاش كيكون عندكم شي مشكل في السيركوي ديال الكاربيرون ديال المازوت، ننصحكم الاخوان سيروا عند متخصص في هذا الشيء، سيروا عند مول لي زانجيكتور، مول يعني اللي كيخدم هذاك الشيء ديال المازوت، السيركوي ديال المازوت كاين واحد كيخدم داك الشيء خاص بهذا الشيء الاخوان. وهذا الكابتور ديال البريسيون، يعني غادي نعطيكم واحد طابلو باش تقدروا تعرفوا يعني الفولتاج ديالو شحال كيوصل في الفولتاج، ويعني وتا البريسيون ديالو، يعني باش الا بغيتي تيستي بالمليمتر او الا بغيتي تشوف لي فالور ريال شحال كيوصل، يعني كل ما كتكسيري كل ما كتشوف البريسيون واش طالعه ولا فهمتي، تشوف البريسيون واش كتطلع ولا لا، باش تعرف واش ديفو منه ولا ماشي منه. المهم عندنا هنايا بوش ام، بوش دو، ديل في سي ام اس، هذا جابون خلاص. يعني هنا عندنا في هذا البوش، يعني شوف انت يا الماركه، شوف سير للكابتور ديال البريسيون اللي عندك وقرا، غادي تلقى مكتوبه فيها شمن ماركه، واش بوش ولا واش دول ديال في. المهم انت فاش غادي تعرف الريفيرونس ديال سميتو ديال داك الكابتور غادي تشوف. المهم انا مثلا عندي، انا لقيت عندي ديال في. المهم غادي نجي لهاد ديال في هذا، غادي نشعل كونتاك، غادي نشوف. المهم هنا قالوا لي غادي توصلوا 0.5 فولت، غادي نتيستي بالملتيمتر ديالي لي فيل لي واصلين للكابتور، غادي نتيستي غير خصني نلقى 0.5 فولت. المهم وغادي نديماري، غادي تكون ديك الساعه، المهم ديماري ما تكسيري ما والو، غادي تكون 230 بار، غادي تشوف ديك الساعه غادي تلقى 1 فولت. المهم عاوتاني غادي تكسيري شويه، غادي تطلع الريجيم حتى ل 200، يعني حتى ل 250 بار، يعني داكشي نتا لاباري قدامك وكتشوف سميتو، كتشوف لي فالور ريال، داكشي نتا كتكسيري وكتحكم في داكشي وكتشوف عاوتاني. المهم نتا غادي وكتتبع حتى كتوصل 1600 بار، وكتشوف يعني الفولتاج خصها يوصلو، خصها توصل لداك الكابتور 4 فولت. الاخوان والديفو لي اكثر شيوعا اللي كاين عند يعني عند الحرايفيه، انا كندوي مع الحرايفيه، فاش كيدير فاش كيمشي يدير التيست ديالو كما قلنا على الكابتور، يعني شكون يجابو بعدا داك الكابتور كتلقى جابو واحد الكود ديال الديفو، يعني كي اكثريه كيطلع ليك في الديفو بي 0 بي 00 بي 00 94 بي 00 94. يعني ان فوا انت كتمشي للروشيرش، كتمشي يعني لجوجل، انت كتطابي على هذا الكود هذا داسيا، المهم اوتوماتيك مو كتطلع لك هاد الريجيلاتور دو بريسيون. انت كتشوف الريجيلاتور كتشوفها كتشوف في جوجل، صافي كتمشي ديريكت للريجيلاتور اللي دايره الديفو. لا جينا هنا الاودو داتا، غادي نديرو جيستي موتور بي 0، يعني غادي نكتب داك الكود اللي ديال الديفو اللي عطاني ديك لاباري ديال دياغنوستيك.
كيف ما كتشوفوا هنا عطات فويت دون لو سيركوي دو كاربيرون، يعني عطاتك فويت دبر راسك انت. المهم سير قلب في السيركوي ديال الكاربيرون، ماشي قالت لك سير، لا قالت لك هنا الكابلاج، قالت لك كابتور دو بريسيون، قالت لك يعني. المهم انت كتمشي كدير التشخيص ديالك، ما تعولش على لاباري، على لاباري دياغنوستيك. ضروري خصك دير اللمسه ديالك انت، ضروري خصك دير التشخيص ديالك انت، لان هنا غير قرباتك للديفو. قالت لك راه المهم عندك مشكل كاين في السيركوي ديال الكاربيرون. الاخوان على مدى الخبره ديالي في هاد المحركات هادو، انا الديفوات اللي كنطيح فيهم، المهم ما غاديش نعول على لاباري دياغنوستيك، لان هي غادي تعاوني بواحد يعني واحد 50% غادي تقول لي الديفو في كاين في السيركوي ديال من يعني سيركوي الكاربيرون. انا غادي ندير التشخيص ديالي بوحدي. المهم غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب، ديفو بديفو، باش يقدر الطوموبيل انها ما ديماريش لينا، يعني ما كديماريش حتى الصباح، ما كديماريش ثقيله في الديماراج. المهم كضرب طا 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 طا. المهم شوف فاش كديماري كتشد لارانتي ديالها عاديه، ولكن كتجرك في الديماراج الصباح او لا نيت، ماشي من غير الصباح يعني في اوقات العاديه، يعني واخا تمشي تكون ضارب انت واحد الطراجي وغادي توقف وغادي تعاود ديماري، غادي تجرك في الديماراج. اولا ما بغاتش ديماري بصفه نهائيه، اولا عندك تقرقيب في المحرك تسمع التقرقيب. المهم الاخوان غادي نعطيكم يعني شوف فاش كتحط قدام الموتور بحال ما هكا كيخصك ضروري. المهم انت راك عارف باللي عندك المشكل في السيركوي ديال الكاربيرون. المهم الاخوان الكالكيلاتور كتجيب لي فورماسيون من عند لي كابتور وكتعطيهم لي زاكتياتور، يعني لي زاكتياتور كاين فدو مثلا نقول لك فحال لي زانجيكتور، راه من لي زاكتياتور هي اللي كت يعني سميتو الكالكيلاتور هي اللي كتكومونديه. باش تقدر تكومونديه كيخصها واحد المعلومات من عند بعض لي كابتور، مثلا نقول لك فحال الكابتور المهم اللي كاين، المهم كاين ريجي موتور، كابتور ريجي موتور هو اللي كيعرف باللي البيستون واش كيطالع البوامور با ولا البوامور هو ولا المهم هو اللي كيكون عارف باللي البيستون طالع ولا هابط. المهم هذا ضروري خصك تفحصوا لانه كيكون في هذه البلاصه هذه. وكيكون عندنا عاوتاني واحد الكابتور ديال ريفيرونس سيلندر كيكون عندنا من جهه الكروا دي ديستريبيسيون، هنا هذا الكابتور هذا حتى هو ضروري هو اللي كيجر في الديماراج. المهم هو شوف هو يقدر يديماري ليك لان غتضرب ضرب ضرب، المهم غيجرك في الديماراج ولكن غديماري ليك من بعد. وكاين السيارات اللي ما غاديش يديماري ليك، ما غاديش يديماري داك المحرك، كتمشي كديستي تا ريغيلاتور ديال البريسيون. المهم الاخوان غادي نمشيو للكابتور ديال ريجيم موتور، كيف ما كتعرفوا هو هذا كيكون فوق من الفولا موتور. فاش كيوصل الكابتور لهاد البلاصه هادي يعني كتكون ديك الساعه يعني البيستون كيقول لك راه طالع ولا يكون غيكون هابط. المهم هذا هو الكابتور كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوف عاوتاني غادي نديرو ريفيرونس سيلندر، يعني كابتور ديال ريفيرونس سيلندر اللي كيكون في الاربراكام، وهادي في الداسيا ما كيكونش عندها في الاربراكام، كيكون عندها في جنب البولي ديال في جنب البولي ديال لا بومب دانجيكسيون. داكشي علاش كنبغيو نكاليو شويه لا بومب باش نخشيو داك الكابتور، وما لا بومب ما كتكالاش كيف ما كتشوفوا هو هذا. هذا هو اللي كيجركم في الديماراج، فاش كيكون هذا عيان راه هو اللي كيجر في الديماراج، راه كضرب طا 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 يعني عاد الديماري ديما غيجرك في الديماراج. الاخوان الكابتور ديال ريفيرونس سيلندر هو هذا، هو كيف ما كتشوفوا هو اللي هو كاين في يعني في جهه يعني جهه لا بومب دانجيكسيون. هذا هو الموتور ديال رونو. عاوتاني غنوريكم الكابتور ديال الريجيم موتور. اخوان البلاصه ديال الكابتور ديال الريجيم موتور هنايا، كيكون هنايا هو ما كيلصقش على الجروب، هو كيلصق على بواط فيتاس، كاينه بلاصتو في لابواط فيتاس ولكن هو هابط باش يطلع على هذا الفولا موتور. فاش كيطلع الفولا موتور باش الفولا موتور كدور، يعني هو يقدر يعبر الدوره ديال المحرك باش يعرف باللي البيستون طالع ولا هابط. الاخوان الغلط اللي كيوقعوا فيه يعني بزاف الحريفيه، السيلندر منين كيبدا في موتور درونو كيبدا من هذا الكوتي هذا من جهه لابواط فيتاس. الاخوان وهاد لي كابتور كاملين قادرين انهم يشعلوا لك هادي ديال سيرفيس وهادي ديال تشيك، يعني غادي يشعلوا لك في دقه، يعني هادي كتشعل بعض المرات بوحدها، هادي راه كتكون يعني ديال الفيدونج،
هذه كتكون من 10000 ل 10000 كديكلاري باش تطفيها باش دير الفيدونج، يعني رونو كتطفى مانيويل، يعني غير من غير عمليتوش وداكشي. يعني عندك الداسيا كاين فيها اللي كطفى مانيويل وكاين فيها اللي كطفى بلا باري دياغنوستي. الاخوان بعض المرات فاش كتكون غادي هاد الحمراء هذه اللي شعلها بالحمراء، السيرفيس شعلها بالحمر، كتبقى ديك يعني تكليونطي كتشعل وتطفى، تكون 90% او جي ار هو اللي كيدير داك الديفو، هذا هو لو جي ار، يعني هو اللي كيتوسخ من هاد البلاصه هذه. اكثريه فين شكون كيطيح في هذا الديفو هذا هما صحاب الطاكسيات، يعني طاكسيات اللي ما كيفوتوش يعني ما كيخرجوش للمدينه. هذا كيتخنق ليهم هاد الاو جي ار، فاش كيتخنق ليهم يعني كديكلاري ديك التيموان في طابلو دوبل، لان تخنق ليهم هاد لو جي ار هذا كيخصهم يغسلوه. يعني كاين ساهل باش يتحيد، شادينو واحد ثلاثه ديال لي فيس اللي شادينو كتحيدو، كتنيطوايه بجي بي تي وتردو، راه شادو فيش من هنا كتحيدو. الاخوان فاش ديرو التشخيص ديالكم وساليتو داكشي ونقولو مثلا لقيتو بلي لانجيكتور هو اللي كاين داير لكم الديفو كله، مثلا غادي تبدو داك لانجيكتور غادي ديرو بالنصيحه اللي قلت لكم انكم خصكم ديرو يعني تبروغراميو لانجيكتور، واخا وها نتوما ركبتوه، ولكن غيوقع واحد المشكل. داك لانجيكتور شكون فرعو بحال ما هكا؟ غادي يكون فرعو داك دوك لي ديبري ديال يعني دوك لي ديبري اللي يخرجوا لنا من لا بومب. هادوك لي ديبري راه كاين روتور، كيف ما قلنا الروتور كيرجع للريزيرفوار. فاش تخرجوا صافي فاش تركب داك لانجيكتور ديالك، النصيحه لي انك تمشي للريزيرفوار وتحل القفاله ديالها وتطلع للريزيرفوار، شوف الريزيرفوار فيها لي ديبري تا هي، غطلقها من الفوق غيبان لك واش فيها ولا ما فيهاش. الا لقيتي فيها حيدها نيطويها وردها وبدل فلتر المازوت، يعني شوف الا كان لي ديبري بكثره كان داكشي كتير، من الاحسن انك تبدل لي زانجيكتور كلهم ولا بومب دانجيكسيون وتغسل الريزيرفوار وتبدل فلتر ديال المازوت. هادشي اللي كنخدمو حنايا، كتجي عندنا سياره بحال ما هكا كنلقاو، لانك غتحشم معاه غيمشي بعد يعني شهر شهرين غيرجع عندك، غيمشيو ليه لي زانجيكتور غيتضربو ليه عاوتاني، غيمشي عاوتاني شهر كاع 15 يوم غيرجع لعندك. الاخوان ديروا خدمه متقونه، انت ما خاسر والو. المهم الانشاء بعد مرات ما كتبغيش انك تحكر عليه، انك تقول راه عندك هذه هذه هذه، ولكن انت باش تخرج من باب واسع قول لي راه عندك خصك تبدل لا بومب لي زانجيكتور فيلتر مازوت تغسل الريزيرفوار باش تهنا. كيف ما كتشوف كتحيد غا الكوسان كتهزو، يعني كتردو للجنب وكتحيد هاد القفالة هاد، يعني تحيد هاد القفالة وتتحيدها، تتلقى واحد يعني كتلقى ديك لا بومب اللي كتجبد لنا المازوت من الريزيرفوار، غادي تحيدها صافي غادي يبان لك داكشي واش فيه لي ديبري ولا ما فيش. ما فيش نقي المازوت، غادي ترد داكشي ديالك، يعني غادير خدمه زويونه للكليان. كيف ما كتشوف فاش كتحيد القفاله راه كتبان لك هاد لا بومب هادي اللي كتاسبيري لنا الكاربيرون من الريزيرفوار وكتغوفو لي جهة لا بومب دانجيكسيون، كتحيد هاد القفالة هادي كدورها كتحيدها تتجبد ديك لا بومب اللي عندك تتشوف يعني داكشي اللي قلنا لك. المهم الا كانوا لي دوك لي ديبرير غادي تلقاه بحال ما هاد الشكل هادو، راه بحال ما هاد لي بارتيكول صغي ورينا هاد بحال ما هادشي هاد لي ديبري هو اللي كيخرج، هادو دغيا كيسدو لك لانجيكتور، دغيا كيفرعو لانجيكتور. المهم الاخوان من بعد ما سالينا من السيركو ديال الكاربيرون غادي نطرقوا عاوتاني لواحد ديفو اخر، ديفو اللي شائع حتى هو عاوتاني هو ديال الكروا داكسيسوار، كروا داكسيسوار كروا اللي كدوز لنا على لانتيرناتور كدوز لنا على الكليما وعلى الطوندور يعني وعلى البولي ديال الفيربروكان. هاد الكروا هذه هي اللي خطيره، هي اللي كتقدر تخرجك على الموتور بصفه نهائيه، انه دغيا تكولي لك الموتور دغيا يعني يعني تقدر السوباب لي سوباب يعوجو ليك يوقع ليك بزاف. تبعو يعني تابعوا الفيديو مزيان باش تقدروا تفهموا. الاخوان كيف ما كتشوفوا هذه لانتيرناتور، هذه هي الكروه اللي كندويو عليها. هذه الكروه هذه الديفو اللي كدير انها كتسرب، انها تتقطع اطراف كيف ما كتشوفوا، هي من كرشها كي دايره راه يعني مخططه فاش كتقطع اطراف. كيف ما كتشوفوا راه كتدخل لينا بين لاشين والبولي، كتدخلنا بين لاشين والبولي، كتقدر ديكالي ليك كديكالي ليك لاشين. حنا كنقولوا لاشين وما كيقولوا لا، حنا ولفنا هاد لاشين د الكراجيت وما هي كوروا د ديستريبيسيون، وما لاشين هي السنسله. انا غير غنقول لك لاشين حيت صافي انت فهمني.
المهم ديك لاشين كديك ليها هاد الكروة هادي كدوز ليك بين يعني بين لاشين و البولي، كتقدر ديك ليها بجوج سنات سنة. انت مشى لك الكيلاس، مشاو لك لي صوباب، راكم عارفين الكيلاس ديال داسيا شوية ما كيصدقش لنا بزاف في المونتاج وداكشي كيف ما كتشوفوها الاخوان. هادي هي لا كليم، هادي لانترناتور، هذا البولي ديال الفيربروكان. المهم كيف ما قلنا كتسرب، هادي فاش كتسرب كتقطع طراف، كيمشي شي خط يعني شي واحد منهم كيتقطع كيدوز ليك من تحت هاد البولي هذا. فاش كيدوز من تحته راه كيمشي لك ديريكت لاشين، يعني كوروا دي ديستريبيسيون كيف ما كتشوفوها الاخوان. من بعد فاش تحيد داك البولي من هنا شكون كيبان؟ كيبان لكم واحد البيني اخر، يعني هو اللي فيه السنان. ها لاشين كيف ما كتشوفوا، هادي كوروا دي ديستريبيسيون. فاش كيدوز داك الطرف ديال الكروا دي زاكسيسوار كيدوز ليك لهنايا، صافي اون فوا كيدخل هنا كيديكالي ليك لاشين بسنه ولا جوج سنات. ديك الساعه نتايا صافي لي صوباب غي عواجو ليك، يعني غتخربق النظام. الاخوان نصيحه مني ليكم انكم ديما دير واحد الريفيزيون على الكروا، حل الكابو صاحبي غادي تبان ليك لانترناتور الكروا منين دايزه، غادي تشوفهم. الاحسن الاخوان خذوا واحد الكروا بحال ما هادي حرشه من الفوق، من ظهرها كتلقاها حرشه. كيقولوا ليها هما كونتيتيش. كيفاش كتبغي تبدل لاشين بدل معاها حتى الكروه. فاش تبدل الكروه دي ديستريبيسيون بدل معاها حتى الطوندور ديال الكروه، لانه هو اللي كيدير داك الديفو كيسرب ليك الكروه من الجنب. فاش كيسربها يعني كتولي خط، يعني كتدخل بحال شي قنبه كتدخل ليك من تحت لاشين، كتخسر لك داكشي كامل. الاخوان نتمنى ان الفيديو عجبكم، ونتمنى انكم تشتركوا في القناة، ونتمنى انكم ترحموا لي على الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.